وللمزيد ده ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. مرحبا بك دكتور أيمن. تحياتي لك الكريم ولكل السادة والسادة المشاهدين ومتابعينكم الكرام. أهلا وسهلا. استكمالا طبعا لما جاء في التقرير دكتور أيمن، واستكمالا للجهود المصرية في الوساطة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتستأنف اليوم جولة جديدة من هذه المفاوضات في وقت بالغ الدقة. ماذا تتوقع دكتور أيمن؟ هل تتوقع أي نتيجة مختلفة لهذه الجولة من المفاوضات؟ يعني أنا كثيرا شاركت في هذه في مداخلات عدة خلال الأيام الماضية حول المشاركة في هذه القمة أو في هذه الاجتماعات التي عقدت اليوم في الدوحة، وقلت أنا أتفهم طبعا أن تعلن حماس عدم إرسال وفد، لأن حماس طبعا لا زال دم رئيس مكتبها السياسي أخضر، وطبعا استهدف بشكل كبير جدا رئيس مكتبها السياسي، ولكن الأمور في غزة بصراحة وصلت إلى حد صعب جدا، ونحن نتابع أهلنا وحبتنا في غزة كيف يتألمون. جزء لا توجد مقومات للصمود بصراحة إلا إرادة، بقايا إرادة، فإنها إرادة صلبة لكن بقايا إرادة، لأن استهلك الناس في غزة وأهلكوا بشكل كبير جدا من نزوح إلى نزوح. أنا بعرف عائلات نزحت أكثر من 30 مرة، لكن رغم كل ذلك طبعا الوفد عمليا هو موجود، الاحتلال الذي يماطل، نحن ندرك أن الذي سيماطل الاحتلال، وأنا كنت أرغب أن تعلن حماس بإرسال وفد، لأن من سيفسد كل الجهود هو نتنياهو، لأن نتنياهو لا يريد لهذه الحرب أن تنتهي، بالتالي لا نضع أي حجج أننا نحن لم نشارك. فهي أن حماس قدمت كل المطلوب منها في مايو الماضي على الورق المصري، وبعدها في الرؤية الأمريكية في 2 يوليو الماضي، ورغم كل ذلك طبعا نحن بحاجة إلى حقن دماء شعب فلسطين وصول إلى هدنة. يعني يوميا نودع بالحد الأدنى من 30 إلى 40 شهيد يوميا، أضف إلى ذلك حالة الإرهاق والخوف والرعب التي يعيشها شعب فلسطين يوميا، ونحن ندرك أن لا توجد إرادة لا أمريكية ولا دولية ولا حتى إسرائيلية بوقف هذه الحرب، وبالتالي سيكون هناك عملية تسويف ومماطلة في الوصول إلى وقف هذه الحرب. وما نخشى أن يكون الأمريكان يتفقوا علنا سرا مع الإسرائيليين، وعلنا يتحدثوا أنهم مع الوصول إلى هدنة، وهذا أقرب بصراحة لما يتم التخطيط عليه، خاصة الأمريكان معنيين بالوصول إلى مرحلة طبعا الانتخابات وتكون هناك الهدنة، وبالتالي قد يماطلوا حتى أكتوبر القادم وتكون الهدنة خلال فترة الانتخابات. لكن بغض النظر عن كل ذلك، التفاصيل بصراحة التي لا زالت عالقة والتي تراجع عنها نتنياهو كفيلة بأن تنسف كل هذه الجهود، ورغم كل ذلك تبذل مصر جهد كبير جدا والدوحة، وتتواصل مع وفد حماس الذي لم يشارك ولكن عمليا هو موجود في الدوحة، تطلعه على كل تقدم في هذا الملف، ملف أول ملف الأسرى الفلسطينيين، لأن الاحتلال عاد وتراجع وقرر فيتو على كشف الأسماء الذي سلم له حول عدد من الأسرى الفلسطينيين، وقرر أن يتم إبعادهم خارج فلسطين، وهذا أيضا كان مرفوض بشكل مطلق. هذه مستجدات في قرارات الاحتلال الإسرائيلي. في نفس السياق، عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، عاد الاحتلال مرة أخرى وأصر على أن يبقى في نتسليم ليتحكم في عدد العائدين، وطبعا أنواع العائدين من الجنوب إلى الشمال. أصر الاحتلال على إبقاء سيطرته على محور صلاح الدين أو مطلق عليه محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وهذا مرفوض مصريا أولا وكذلك فلسطين، وبالتالي هو يطعم معوقات كثيرة جدا، نحن ندرك ذلك. وهناك محاولات بصراحة تبذل في الساعات الماضية من قبل مصر والدوحة والولايات المتحدة الأمريكية، إذا اعتبرنا أنها في هذا الأمر هي وسيط مزيد، للوصول إلى حلول وسط في هذا الأمر. أتمنى أن يصلوا إلى حلول وسط وأن تخرج الأمور للنور باتفاق يحقن دماء شعبنا الفلسطيني ويوقف الحرب، رغم حالة اللا تفاؤل ولا تشاؤم في هذه المرحلة. نحن نعيش حالة صعبة بصراحة في توقعاتنا لغدا كيف سيكون، وبالتالي سننتظر عسى أن يعني تكلل جهود مصر ودوحة بالنجاح ونتمكن من الوصول إلى وقف إطلاق النار أقل تقدير له لمدة 6 أسابيع لالتقاط الأنفس. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس.